اسمي زياد حيدر، ناظر بمدرسة زراعية بالخيام. من 3 سنين بلشت عنا قفزة مع الاتحاد الأوروبي، بلشت أعمل دورات زراعية، بجيب طلاب سوريين ولبنانيين تعطيهم مبادئ علم الزراعة، المشاتل، الأمراض، علم الخضار، لتنتج عنا عمال زراعيين فنيين يفوتوا بمجال العمل، يعني لقوا شغل بالمشاتل، لقوا شغل بالصيدلية الزراعية. فات عنا طلاب بالدورة إنه ما بيعرفوا شيء عن شيء اسمه زراعة، لما أخذوا الدورة الزراعية شهرين ونص استفادوا منها، صاروا يحبوا يعملوا شغل خاص لإلهم. شجع تدني طاقة الزراعة بلبنان وعم بتتعمل له دعاية كتير كبيرة وعم بتخرج طلاب عم بفوتوا بمجال العمل. أنا إحسان ظاهر من بلدة شبعة جنوب لبنان. بداية قبل مشاركتي بالدورة الزراعية كنت مباشر بالعمل الزراعي على قدر معرفتي المحدودة، استعين يمكن شوي بالإنترنت لحتى يطبق الشغل. أجت دورة زراعية عبر الاتحاد الأوروبي وبادرت للمشاركة بدون أي تأخير أو تردد، لأنه هذه شغلة كنت أنا بحاجة لها وعم بدور على مين يدعمني علميا لحتى أبرع أكثر بهالمجال. هذا كانت دورة مميزة جدا من حيث كمية المعلومات، من حيث اختصاص المعلومات. قمت بإشراف على العديد من البساتين، حسننا إنتاجها، وهالتحسين هيدا ما كان إلا عبر تطبيق المعلومات اللي حصلناها خلال الدورة. المشروع الحقيقي اللي أنا كنت حابب كمله ووسعه هو المشتل، في مجال إنه عمم الفكرة ووسعها أكثر. الهدف والنية إنه نقدم لمجتمعنا الريفي الأشياء يلي بتخليه صامد بأرضه، وكوننا مجتمع زراعي نحن، فأنا مش هدفي أوصل لمشتل استفيد منه أنا وانتهى الأمر. هدفي الأكثر هو تشغيل أكبر قدر ممكن من اليد العاملة، تعميم الفائدة على المجتمع بشكل عام.